بسم الله نمضي في الطريق إلى الله. في وسط الحيرة والشتات والانشغال اللي أوقات كتير بنكون فيه، محتاجين نسمع كلام ينور قلوبنا ويزكي نفوسنا ويبين لنا الطريق الصحيح، الطريق إلى الله. بنعيش في كل حلقة مع حكمة من حكم ابن عطاء الله السكندري، وهي زاد بيتجدد نوره وعطاؤه مهما طال الزمن، وهي كمان بمثابة روشتة وعلاج لكتير من المشاكل والأمراض اللي بنقابلها في حياتنا وفي طريقنا إلى الله عز وجل. من عظم منة ربنا عز وجل وفضله علينا كمان إن من يصحبنا في هذه الرحلة فضيلة العالم الجليل والمربي الفاضل الأستاذ الدكتور محمد مهنا، أستاذ الشريعة والقانون بجامعة الأزهر. أهلا وسهلا بفضلتك. مرحبا مرحبا سيد مهند، أهلا وسهلا. يعني يا مولانا احنا سعداء بهذه الرحلة، وسعداء أكتر بأننا مع حضرتك في الرحلة دي وبالأنوار اللي بنلتمسها من حضرتك في هذه الرحلة. بكم وبالسادة المشاهدين وبالسادة المشاركين في الحلقة. ربنا يبارك في حضرتك. ربنا. طبعا موعدنا النهاردة مع استكمال الحكمة 18 من حكم ابن عطاء الله السكندري، واللي بيقول فيها إحالتك الأعمال على وجود الفراغ من رعونات النفس. وحضرتك تفضلت وشرحت، ولكن يعني عايزين كده من باب ان احنا طلبة شاطرين، طلبة علم شاطرين ان شاء الله، عايزين مراجعة سريعة من حضرتك كده لما فهمناه وتعلمناه حول هذه الحكمة. بارك الله فيك. بسم الله وصلاة وسلاما على مصطفاه ومن والاه في مبدأ كل أمر ومنتهى، وبعد، فكما تفضلت سيادتك، قال ابن عطاء الله رضي الله عنه في الحكمة السالفة إحالتك الأعمال على وجود الفراغ من رعونات النفس، يعني ما تسوفش ببساطة شديدة. أيوة. ما تقولش بكرة، ما تقولش الأسبوع الجاي. أخطر شيء على الإنسان وعلى المجتمع وعلى الأمة إن احنا نقول بكرة. تسويف. تسويف. ياريت يكون امبارح أحسن. يبقى على الأقل إن أنا أعمل في الحال. وكما فهمنا يعني في الحلقة الماضية أنه قال لنا إحالتك الأعمال على وجود الفراغ، أي يا أيها المريد الصادق، يا أيها المؤمن الصادق، إن كنت تريد حقا الله سبحانه وتعالى، تريد الآخرة، فلا تؤخر عمل اليوم من الأعمال الصالحة إلى الغد. حتى كانوا بيعلمونه كده، لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد. بادر بالعمل في الحال، لأن أنت مش ضامن بكرة هيجي ولا مش هيجي، ولو جه يا ترى هتبقى مشغول فيه ولا مش مشغول، كما شرحنا من قبل. نعم. الإمام الشافعي يحضرنا هنا مقولة لي أو أثر، يعني بيقول فيه: استفدت من الصوفية كلمتين، الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك، والنفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. نعم. ودي يعني نعم. بتصب فعلا في هذه الحكمة بشكل كبير جدا، وعايزين يعني نتعرض لهذه المقولة. نعم، رضي الله عن الإمام الشافعي. نعم، رضي الله عنه وأرضاه. هي يعني عاوز يبين لك قد إيه علوم الصوفية وتربية الصوفية ومبادئ الصوفية لها قيمة لمجرد كلمتين، قد إيه فيهم علوم. في الحقيقة الكلمتين دول بيلخصوا علم التصوف. يا الله. نعم. الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك، والنفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. لأن الإنسان عبارة عن إيه؟ عمره إيه؟ وقت. بس وقت. يعني أنت عمرك عبارة عن وقت، فشوف أهمية الوقت ده إيه بالنسبة لك. هذه القضية ما أراد الشافعي أن يبين أهمية الوقت. ده هو أنت، ده هو عمرك. عمرك عبارة عن إيه؟ هتعيش 60 سنة، إذن سنوات تقطعها. السنوات دي عبارة عن إيه؟ شهور تقطعها. الشهور عبارة عن إيه؟ أسابيع. الأسابيع أيام. الأيام ساعات. الساعات لحظات، يعني أنفاس. عشان كده في الحقيقة إن عمر الإنسان هو أنفاس. فلما أدرك الصوفية أهمية العمر فاهتموا حتى بالأنفاس. عشان كده هنشوف في معنى الوقت أنه النفس. مجرد النفس الخارج، وده كلام دقيق وعالي. فقد إيه يهتم بالعمر
يعني بالوقت كنفس مش كسنين. فأدي أهمية الإيه؟ الوقت. والنفس إن لم تشغلها بالحق لأنها نفس، والنفس لما خلقت خلقت من الطين، خلق الإنسان من عجل، العجل السرعة، العجل الهوى، العجل الخفة، العجل الشهوات، العجل الحظوظ، لأنها طين فاني لها عالم المعرفة الخاص بها. إن أرادت أن تأكل تبطش إلى الأكل، لا يهمها إن كان هذا الطعام طيبا أم خبيثا، حلالا أم حرام. أرادت الجنس تبطش إلى الجنس، لا يهمها غير ذلك. أرادت التملك تبطش إلى التملك، التملك إلى وضع يدها على أموال الآخرين بالحق أو بالباطل، مش قضية النفس، دي قضية العقل وقضية الشرع بعد ذلك وقضية الوحي وقضية القلب. تبطش إلى التملك، تبطش إلى أخذ أموال الناس ولو بالباطل. أرادت الجاه أو السيطرة تبطش إلى السيطرة بالقوة، بالباطل، بالظلم، بهضم حق الآخرين، هذه النفس. فعشان كده النفس دي طبيعتها في الأصل فتنة النفس، يعني امتحانها أنها أمرت بالثبات. الله. هو ده الاختبار بتاعنا كلنا، الثبات. ليه؟ ولا لا؟ لأن النفس دي في أصلها دروح، ده هي اتعجنت لما خلقت النفس، ده أصلها روح، والروح هي الأصل، والروح هي السر، والروح هي الحق، والروح هي الفطرة، والروح هي القانون. ده الجانب الآخر المقابل للطين، لمسألة للطين، الطين اللي بالضبط. احنا بقى اتخلقنا منه. فبالتالي هي أمرت بالثبات وفقا لإيه؟ لقوانين الروح، لقوانين الثبات، لقوانين الحق، لقوانين الفطرة. فعشان كده لما تؤمر هي بالثبات ليس من فراغ، انت عندك الذي يستطيع ان يسيطر. عشان كده هو حتى عبر من رعونات النفس، من رعونات النفس، عشان هي مش ثابته. أيوة، يعني مش ثابته. فبالتالي ايه؟ ساعه ما تيجي تبقى فيها رعونه، فيها حماقه، امسكها بايه؟ بالثبات، بايه؟ بالقوانين الفطره. فعشان كده قال لك والنفس ان لم تشغلها بالحق بالفطره شغلتك بالباطل، شغلتك بالباطل. يعني ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. أنا عايز أتكلم مع حضرتك أكتر عن مسألة علاقة الإنسان بنفسه، وهي علاقة دقيقة جدا. يعني فكرة أني إزاي أبقى بتعامل مع نفسي وكأننا اتنين، يعني إزاي أقدر أسيطر على نفسي وأخد بإيدها للحق عشان هي ما تاخدش إيدي للباطل زي ما حضرتك بتقول لنا. لكن نروح لفاصل ونرجع إن شاء الله نتعلم، خليكم معنا. أهلا بحضراتكم مرة تانية. مولانا توقفنا عند قول الإمام الشافعي والنفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل، والكلام يصور وكأن النفس حاجة وأنا حاجة. هو مش النفس دي هي أنا؟ يعني نعم. منين أقدر أفهم العلاقة دي وأسيطر على نفسي بدل ما هي اللي تسيطر عليا؟ نعم، بارك الله فيك. هو طبعا الحقيقة أن النفس وأنا مش اتنين في الحقيقة، يعني نعم. في الأصل كما قلنا من قبل أن النفس خلقت في الأصل لطيفة نورانية عالمة بما كان وما يكون وما سيكون. ثم لما أراد الله سبحانه وتعالى بحكمته أن يخلق الإنسان فأخذ هذا السر الذي عرف به الحق ووضعه في هذا القالب الطيني، فأصبح السر منطبع في العالم الطيني، والطيني منطبع في العالم في هذا السر. نعم. فأصبح فيه الخلق أو المخلوق بما فيه من تقوى وفجور، بما فيه من فطرة وخلقة، أو فطرة وطبيعة، لأن الطبع جبلة من الطين. نعم. لكن الفطرة من الروح، من السر. فبقى فيه الإثنينية، وهو ده أصل الصراع اللي كل واحد مننا فيه بالضبط كده. نعم.
لكن في الحقيقة هو حكمة ربنا سبحانه وتعالى أن جعل ما سواه قائم على الإثنينية عشان هو الواحد. سبحانه عشان هو الواحد يبقى هو السلام. نعم سبحانه وتعالى. لكن ما دام غيره يبقى لم يبلغ مرتبة السلام، يبقى في إثنينية. سبحانه. الإثنينية دي تقتضي إيه؟ أن كل وحدة من وحدات الوجود تتنافس من أجل أن تجد مكانها في منظومة الوحدة أو التوحيد. أنت فين من الوحدة دي؟ أنت فين من التوحيد؟ فعشان كده كل الأشياء في الوجود دائما لا أقول تتصارع ولكن تتنافس، وأحيانا تصل إلى حد الصراع بين الحق والباطل، بين الخير والشر، بين الطيب والخبث. هعمل مسألة السيطرة دي، يعني هل هي ليها أدوات معينة مثلا أنا أقدر أسيطر بها على نفسي وأخد طبعا بإيدها؟ نحن قلنا من قبل إيه؟ أن النفس والعقل والقلب والروح والسر، ولكل سر سر بما لا يتناهى، إنما هي حقيقة واحدة، هي حقيقة الإنسان. ولكن نحن نطلق عليها بقينا اثنين أو ثلاثة أو غيره بحسب إيه؟ أنا واقف فين؟ أنا واقف فين؟ دي مهمة جدا. فإن كنت واقفا مع حظوظي، مع شهواتي، مع أهوائي، مع الباطل اللي النفس الأمارة بتأمرني بيه، فيبقى سميت نفسا. ده اصطلاح فقط يعني. طيب إذا أنا جاهدت نفسي، أدي الأدوات. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ونفس وما سواها فألهمها قد أفلح. يبقى إذا إن أنا جاهدت نفسي، إن عقلت النفس عن شهواتها وحظوظها بعقال العقل الشرعي، عقل الدابة ربطها قيدها. إذا أنا قيدت النفس بتاعتي بعقال الشرع، والشرع مناطه العقل، العقل الشرعي سميت عقلا، لكن مناط العقل مناط عالم الحس، لكن العقل البشري فيه طاقة مفتوحة على الغيب من خلال القلب. فإذا أنا تركت لعقلي هذه الطاقة مفتوحة على القلب، يعني على الغيب من خلال القلب، يقوم يستمد العقل من القلب منطق الإيه؟ الوحدة، منطق التوحيد، منطق الغيب. فيكون ده أدعى وأدعى لمسألة السيطرة بقى بالضبط كده. ليه؟ لأن القلب يحكم العقل. القلب له طاقة مفتوحة على الروح. يا الله. يستمد من أعلى. من الغيب، من عالم الملكوت. تمد القلب بالملكوت، بالغيب، بغيب الملكوت، يقوم تقوي القلب فيمد العقل بأنواره، والعقل يمد النفس بأنوار العقل، وهكذا. أيضا الروح لها طاقة على السر، غيب الغيب، وهكذا، كأنه فيض من الأنوار من أعلى إلى أسفل. سبحان الله. فإذا كيف أجاهد نفسي أو كيف أكون واحد؟ إن أنا بقى إيه؟ بمسك في الواحد. ما هو ده إيه؟ عبارة عن خيط نور جاي من فوق، أمسك فيه هيطلعني للواحد. الله. أدي الإيه؟ معاني جميلة النفس. جدا. وعشان كده الشافعي رضي الله عنه قال إيه؟ والنفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. سبحان الله. فعلا ده اللي احنا بنلمسه في حياتنا. وكل الطريق يتلخص في هذا، لولا ميادين النفوس ما تحقق سير السائرين. سبحان الله. نعم. الجانب الأول من كلام الإمام الشافعي برضو مهم جدا جدا جدا، وبيقول لنا كلنا قد إيه قيمة الوقت مهمة جدا في حياتنا زي ما حضرتك أشرت، وإن لازم كل واحد يخلي باله من مسألة الوقت، ومن مسألة إنه هو عمرك، هو أنت زي ما حضرتك قلت. عايزين نفصل أكتر في الجزئية دي، لكن نروح لفاصل. نعم. فاصل ونرجع نكمل، خليكم معنا مشاهدينا. الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك، يعني تعبير رائع وبليغ، والحقيقة إحنا متربيين حتى على التعبير ده، ولكن عايزين نشرحه النهاردة مولانا بشكل أدق وبشكل أعمق، يحسسنا قد إيه قيمة وقدر الوقت في حياتنا كلنا. صحيح، معك حق. الوقت بصفة عامة هو إيه؟ هو الوعاء الزماني
الذي يتجسد فيه تكوين الأشياء، زي المكان ما هو الظرف المكاني الذي تتجسد فيه الأجسام. يبقى الزمان هو الوعاء الزماني اللي بيقع فيه تكوين الأشياء، لكن ظرف الزمان أو ظرف المكان أو المكان هو الظرف الوعاء يعني المكاني اللي بيقع فيه المكان اللي بتتجسد فيه إيه الأشياء. جميل، ده بصفة عامة يعني. نعم. لكن للوقت عند الصوفية معنى عميق للغاية أخص من ذلك. معلش أنا يعني لو أقطع حضرتك في الجزئية دي، إن بعض الناس ممكن لما تسمع الوقت عند الصوفية فيقول لا يعني أنا لسه أنا بعيد، إحنا هنا بنتكلم إن ده حالنا كلنا الوقت عند الصوفية، يعني ده شيء مهم. كلنا لازم تفهم هذا، كلنا لازم نفهم ده ونعيه ونمشي فيه. ما زي ما قلنا الوقت هو الأنفاس. نعم. هو عمرك. نعم. هو أنت. نعم. عمرك أنت بتضيعه في إيه؟ أدي المعنى. فالوقت هو الأنفاس. الأنفاس. ربنا سبحانه وتعالى عشان نفهم الحتة دي، الجنيد الأول بيقول إيه؟ إن أعبد الله بالأنفاس، ففي نفس نجاة العبد وفي نفس هلاك العبد. سبحان الله. نعم. للدرجة دي؟ نعم. هلاك العبد يعني النفس ده مهم، لأن في الواقع النفس أنت به فانتبه. انتبه. ولا يزال يعمل الرجل ولا يزال يعمل الرجل بعمل أهل الجنة حتى يكون بينه وبين الموت فرسخا فيسبق القدر فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. دي أنفاس سبحان الله معدودة. سبحان الله. يعني أنت به فانتبه. ولا يزال يعمل الرجل بعمل أهل النار نعم. حتى يكون بينه وبين الموت فرسخا فيسبق القدر فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها فيكون منها. فخليك بمن بيده ملكوت كل شيء سبحانه، من بيده الأنفاس، من بيده القلوب، هو يحول سبحانه وتعالى بين المرء وقلبه وهو الذي إليه تحشرون. وقلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فلا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. عشان كده كان شيخنا زي ما قول بسيادتك يقول لنا إيه، يا ولدي كن قائما بنفسك على من يليك، وبقلبك على نفسك، وبربك على قلبك. ما تمسيش قلبك إلا بيه، لأن القلب ما سمي قلبا إلا لتقلبه. فعشان كده النفس مهم. عشان يسر الأمر شوية هقول لسيادتك على حاجة بسيطة عشان أعرف أهمية الوقت. نعم. الآية بتقول إيه؟ إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. طيب الصلاة كتاب يعني إيه؟ فرض. موقوتا يعني في وقت معين. لو فاتني كتابا يعني الفرض هقضيه. نعم. ماشي. بس لو فاتني موقوتا يعني في وقت معين هعمل إيه؟ إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. نعم. كتابا يعني فرض. نعم. موقوتا أي في وقت معين. فإن فاتني الفرض يمكن أن أقضيه بشروطي. نعم. ولكن فاتني موقوتا يعني إيه؟ يعني كل وقت له أحكامه الخاصة، له بركاته الخاصة، له نفحاته الخاصة، له أنواره الخاصة، له أسراره الخاصة. سبحان الله. بركات فجر النهاردة غير بركات فجر بكرة، غير بركات فجر بعده، غير بركات فجر 100 سنة هتأتي، غير بركات 100 سنة فاتت. لأن الغني سبحانه وتعالى لا يكرر نفسه. سبحان الله. ثراء الحق يأبى أن يكرر نفسه. الله على المعنى يا مولانا. فكل يوم بركات متعددة. سبحان الله. أنفاس متعددة. كل يوم نفحات متغيرة جديدة. الكريم الغني ما يكررش نفسه. التكرار علامة الفقر. التكرار ده بسموه ميكانيزم في الفلسفة. الميكانيزم ده اخترعه ديكارت في الفلسفة بتاعته. ليه؟ لأن ديكارت حصر الوجود، حصر الوجود والعلم والحضارة في أطر حسية بحتة. نزل بالوجود والعلم
والحضارة إلى عالم الحس فقط، عالم الدنيا، عالم المادة. فلسفة ديكارت أدت إلى إنكار الغيب، وإن كان هو نفسه آمن أو مؤمن، لكن هو فلسفته أدت إلى هذا. فعيش الوجود والعالم في عالم متغير، في رمال متحركة، لكن الثري الغني لا يكرر نفسه. سبحان الله، حتى التكرار ده يفيد الرتابة ويؤدي إلى الرتابة. بالضبط، مسألة إن الحاجة متكررة فأنا خلاص. ولذلك حتى يعني حضرني معنا يا مولانا مسألة ليلة القدر. نعم. سبحان الله، متغيرة كل عام، ما تعرفش هي فين. نعم. عشان تفضل منشغل ومجتهد. نعم. يعني فدايما في صراع، فلا يغير نفسه لا يكرر نفسه أبدا سبحانه وتعالى. نعم. فعشان كده إيه، كل يوم في جديد. نعم. عشان كده مولانا عطاء الله لنا في حكمة تالية يقول إيه: ما من نفس تبديه إلا ولله فيك قدر يمضيه. الله. ما من نفس تبديه، النفس اللي بيطلع، إلا ولله فيك قدر يمضيه. سبحانه. فإن كنت مع الله بأنفاسك ذاكرا له حاضرا معه، كان معك بألطافه في أقداره. يا الله، سبحانه وتعالى، هي دي القضية. سبحانه. نعم. فعشان كده إيه، ده مش نفحات وبركات فجر النهاردة ولا ظهر النهاردة وبكرة ومبارح، ولا عصر النهاردة وبكرة ومبارح، ولا مغرب ولا عشاء، لا، ده كل فيمتو ثانية إن صح التعبير. الله. في بركات جديدة. فاغتنم وأنوار بقى. جديدة. وأسرار جديدة. فاغتنم بقى. زي ما قلت سيادتك، ربما يكون إقبال الله عليك في هذه اللحظة التي غفلت فيها عنه. يا الله، يا تبقى حسرة شديدة قوي يا مولانا. ربما يكون حكمته وقدره معاك إنه يلتقي بيك ويجمعك عليه في هذه اللحظة التي غفلت عنها أو نمت فيها عن صلاة الفجر. يا الله. عشان تقابله فيها، وكان سبحانه وتعالى نيته، استغفر ربنا، مش نية يعني، أقصد كان يعني مقدر لك، يعني قدر ربنا لك سبحانه وتعالى إن يكون لقاؤه بيك في هذه اللحظة التي غفلت فيها أنت. سبحان الله. يبقى شوف قد إيه، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كتابا موقوتا. فكل حاجة فيها كتاب وفيها موقوت. فما من شيء وما من معاملة وما من عبادة إلا وفيها كتابا موقوتا. يبقى عرفت قد إيه، أو نعرف قد إيه الأنفاس ها بتاعتنا. عشان كده سيدنا من عطاء الله ليه حكمة تانية، بيقول إيه، ما معناها يعني؟ حقوق الأوقات تقضى في الأوقات، حقوق في الأوقات تقضى في الأوقات، وحقوق في الأوقات لا تقضى وإنما تنقضي بفوات الأوقات. يا الله. يعني عاوز أقول إيه، في فرص بتعدي خلاص. أيوة. نعم. يعني أوقات الحقوق تقضى في الأوقات، لكن حقوق الأوقات تنقضي بانقضاء الأوقات. يعني إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا، كتابا. نعم. ممكن تقضي الصلاة دي أوقات الحق. نعم. لإيه، الصبح، الظهر، العصر. نعم. أو أوقات الحق، واجب علي أن أنا أقضي هذا الواجب. نعم. أو الحق في وقت معين، أو أقضيه، فأنا قضيته بس في وقت معين، دي حقوق الوقت. فإن مضى الوقت خلاص. يبقى في حقوق أو أوقات الحق. أوقات الحق تقضى في الأوقات، ولكن حقوق الوقت تنقضي من قضاء الوقت. خلاص، الوقت نفسه ده، أو البركة. نعم. اللي كانت في الوقت ده، أو الخصيصة اللي كانت في الوقت ده، خلاص انقضت. يبقى حقوق الأوقات تنقضي من قضاء الأوقات، أما أوقات الحقوق تقضى نعم في الأوقات. يبقى عشان كده ده اللي قاله الشافعي، استفدت من الصوفية كلمتين، ها، الوقت كالسيف. وطبعا عشان كده لأهمية الوقت، مولانا أبو الحسن الشاذلي رضي الله عنه بيقول إيه في ورد له اسمه الحزب الكبير، دعاء يعني، بيقول: اللهم إني، في هذا الدعاء، اللهم إني أقدم إليك بين يدي كل نفس ولمحة وطرفة يطرف بها أهل السماوات وأهل الأرض، اللهم إني أقدم إليك بين يدي ذلك كله. شو بقول إيه؟ اللهم إني أقدم إليك بين يدي كل إيه؟ كل نفس، النفس اللي بيطلع، ولمحة. اللمحة ده مقام في الطريق اسمه اللحظ.
وده كلام كبير فيه، لكن عشان ما نخرجش عن المضمون، ولمحة وطرفة اللي هي برضو الطرفة، ها يعني الطرفة واللمحة ايه يعني متقاربين شوية، يطرف بها أهل السماوات وأهل الأرض. اللهم إني أقدم إليك بين يدي ذلك كله، يعني يا رب اللهم إني أقدم إليك كل نفس وكل لمحة وكل طرفة غفل فيها أهل السماوات وأهل الأرض عن ذكرك فيها، أنا أقدمها بين يدي إليك يا رب عبادة وذكرا وحضورا وافتقارا إليك يا رب العالمين، لأنه عارف قيمة الوقت. بيتكلم على طرفة ولمحة ولمحة، احنا حلنا ايه بقى؟ ده احنا بنضيع ساعات. وزي ما قلنا سيدنا من عطاء الله لنا وما من نفس تبديه، اذا النفس اللي بتبديه هو عبارة عن ايه؟ في قدر ربنا بيمضي عليك فيه. فإن كنت مع الله بأنفاسك ذاكرا لو كان معك بأقداره. عشان كده الوقت عند الصوفية أنفاس. قال الجنيد رحمه الله إمام الطائفة، قال إيه في إن الله عز وجل وضع معرفته في القلب. يعني معرفة توحيده، هي دي المعرفة الحقيقية اللي فطرنا عليها من يوم ألست بربكم، من يوم ألست يعني وضع إذن هذه تجلى عليك فوضع المعرفة دي في القلب، يعني في جواك في حقيقتك، وضع هذه المعرفة يعني وضع التوحيد في القلب. وتوحيده في السر، يعني قلب القلب، هذه المعنى يعني. يبقى المعرفة أصلها توحيد، توحيد سر، والمعرفة في القلب يعني قلب القلب. وخلق الأنفاس، يبقى النفس ده مخلوق خلق. وجعل مخرجها من داخل، وجعل مخرجها منين؟ من داخل القلب. النفس ده بيطلع من داخل القلب. فما من نفس يخرج إلا بإشارة التوحيد. في الحقيقة النفس اللي خارج خارج بإشارة التوحيد، لأن الحقيقة جوه الإنسان إيه اللي فطر عليها؟ التوحيد يعني المعرفة. مش فاكر سيادتك كنا بنقول خلق الإنسان في الأصل لطيفة نورانية عالمة بما كان وما يكون وما سيكون، لكن لما جه بقى الطين اتلخبطت. لكن أصل النفس طالع بإيه؟ بإشارة التوحيد على دلالة المعرفة اللي هي في القلب. سبحان الله، مين يا مولانا مننا دلوقتي بحالنا، أنا بتكلم عن نفسي يعني مش عايز أتكلم على حد، لكن مين يبقى مستشعر هذه المعاني فعلا، أن النفس اللي طالع والنفس اللي بيخرج مني خارج بمسألة التوحيد ده، أنا مستشعر مع كل نفس فعلا بمسألة توحيد ربنا عز وجل ومدرك هذه المعاني؟ يعني معاني دقيقة جدا، حابب نكمل فيها لكن هنروح لفاصل تاني استأذن حضرتك ونرجع نتكلم أكتر عن الوقت وأهمية الوقت في حياة كل واحد فينا. أهلا بحضراتكم مرة تانية. الحقيقة أن موضوعنا النهاردة موضوع في غاية الأهمية، مسألة الوقت، وللنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا عنها يا مولانا: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع منهم، وعن عمره فيما أفناه. اللي هو حضرتك بتقول لنا هو العمر ده هو الوقت. بالضبط، الوقت أنفاس. يعني أدي أهمية الوقت أنه نفس. كيف ندرك هذا؟ أيضا يعنى بالوقت عند الصوفية فوق أنه أنفاس الحال. الحال يعني الحال الذي عليه الشخص الآن. بمعنى إيه؟ يعني أي أن الصوفي مشتغل بما هو أولى به في الحال، قائم بما هو مطالب به في الحين. عشان كده هو ده بيسموه واجب الوقت. واجب الوقت. ابن عطاء الله بيقول إيه في حكمة أخرى: إنما أورد عليك الوارد لتكون به عليه وارد. يعني إيه؟ يعني سبحانه وتعالى لم يقبل عليك في هذا الوقت بهذا الوارد إلا لكي تعرفه فيما أقبل عليك به، فتقبل عليه بما يجب أن تقبل عليه به. يعني إيه برضو ممكن تقول لي صعب؟ يعني
شوف ربنا مقيمك في ايه الان؟ مقيمك في الغنى، فما هو واجب الغنى؟ اقامك في مقام فقر، فما هو واجب الفقر؟ واجب انك اللي اقامك فيه هتعمل ايه؟ الغنى واجب الشكر مثلا، الفقر واجب الصبر. نعم. اقامك في الصحه، ما هو واجب ذلك؟ مقتضى الحق منك ايه عشان تقبل عليه بمقتضى ما اقبل عليك به؟ اقامك في مرض، ما هو واجب الوقت؟ يعني واجب الحال ده، حال المرض واجبه ايه؟ هتعمل ايه فيه؟ اقامك في مقام العز، خلاك بقيت ماسك منصب معين، بتعمل ايه مع الناس اللي تحت ايدك؟ اعزك هتذلهم يا الله، ولا هتعمل ايه؟ اقامك في مقام ذل، هتعمل ايه؟ واجب الوقت ايه؟ فمش مهم تبقى غني ولا فقير، مش مهم تبقى صحيح ولا سقيم، مش مهم تبقى عزيز ولا ذليل، المهم أن تفقه ما أقبل عليك به سبحانه وتعالى من وارد حتى تقبل عليه بمقتضى ما أقبل عليك به. يا الله، إنما أورد عليك الوارد لتكون به عليه وارد. ألا ترى سيدنا سليمان لما ربنا أقبل عليه بوارد العطاء والنعمة والملك والحكم والنبوة، وسخر له الجن والشياطين والرياح، ما هو أقبل على اسم الله المنعم أو المعطي بماذا؟ الشكر، اسم الله الشكور، فأقبل على الله بمقتضى أسمائه. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. فكان شاكرا لأنعم الله. سيدنا أيوب لما ربنا أقبل عليه بوارد الابتلاء، اسم الله المبلي، رد عليه بإيه؟ صبر. يا صبر أيوب، إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. ده المقتضى. عشان كده معنى أن يبقى الحال، عشان كده يقول الصوفي ابن وقته، يعني لازم يفهم إيه هو الوقت اللي ربنا أقامه فيه ويقوم بواجبه. يعني كل واحد مننا وكل واحد من المشاهدين اللي بيتابعونا دلوقتي يسأل نفسه إيه المقام اللي ربنا أقامني فيه؟ أيوه. وواجبي أو الحال، أو الحال. وواجبي تجاه هذا الحال بالضبط كده، ولازم أقوم بالواجب ده، وما هو الصعب. لأن سيدنا المرسل أبو العباس ترجمه لنا، لو تتذكر قلنا قبل كده أنه ترجم الإيه الكم إلى كيف. الأوقات العبد أربعة لا خامس لها. لو تتذكر طبعا ده هم 24 ساعة، والساعة فيها 60 دقيقة، هم بيدروا في الأربع حاجات دول، هو بس أربع حاجات بس، إما في طاعة أو معصية، نعمة أو بلية، ولكل حق أد واجب الوقت. فعشان كده إيه قال لنا رضي الله عنه مولانا ابن عطاء، لا تترقب فراغ الأغيار فإن ذلك يقطعك عما هو مقيمك فيه من المراقبة. يعني ما تستناش إن بكرة التسويف أو زي ما قال لنا في الحكمة الماضية، إحالتك الأعمال على وجود الفراغ. ده من رعونات النفس، لأنه هيقول لنا بعد كده لا تترقب فراغ الأغيار فذلك يقطعك عن وجود المراقبة فيما هو مقيمك فيه. المراقبة دي اللي هي الأنفاس، كيف تكون متيقظا لما يرد على قلبك من واردات. ده يعني كلام مولانا ابن عطاء الله اللي فهمناه واللي استوعبناه من حضرتك النهاردة، معنى عظيم جدا، هو معنى إن أبقى صاحي ومراقب لمسألة الوقت. نعم. ومهتم بالوقت وعارف قيمة الوقت، عشان يعني زي ما تعلمنا كده، الوقت كسيف إن لم تقطعه قطعك. نستأذن حضرتك معنا اتصال. نعم. معنا أحمد، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا فندم. أهلا بحضرتك، اتفضل. يا أهلا وسهلا بكم يا فندم. أولا يعني شرف كبير لي أن أنا يعني أعمل المداخلة دي مع فضيلة مولانا الدكتور محمد، ربنا ينفع بكم يا سيدي ويبارك لنا في عمركم يا رب إن شاء الله. اللهم أمين يا رب العالمين. الله يبارك فيكم يا رب. والله اتفضل سؤالك. كان سريعا كده سؤالين بسرعة عشان نضيق الوقت يعني. اتفضل. بالنسبة للسؤال الأول، فضيلة مولانا كان بيتكلم عن الوقت وأهمية الوقت عند أهل التصوف، وده إحنا طبعا عارفينه، ما فيش فيه مشكلة. طيب أنا راجل دلوقتي بحب أهل التصوف، بحب أهل الله، وبحب دايما أن أنا أكون مع الله سبحانه وتعالى، دائم الذكر، دائم الأوراد، دائم قراءة القرآن، لكن في نفس الوقت
للدنيا حقوق، متطلبات المعيشه، العمل، المذاكره، مش عارف ايه، قضاء واجبات المنزل. فالنفس بطبيعتها ان هي بتحيل الاوراد او بتحيل الاعمال الاخرويه على الفراغ من الاعمال الدنيويه. ازاي اعرف ان انا ازاي اعرف اخلص ده من ده؟ ازاي اعرف ادي ده حقه وادي ده حقه؟ عمليه إزاي التوازن. نعم، عمليه التوازن يعني. عمليه التوازن، ازاي اعرف ان انا اقدر احجم نفسي ما خليهاش تبغي على حق الله سبحانه وتعالى فيما اقامني فيه من ذكر او صلاه او عباده او غير ذلك. ده تمام. اول امر. ده السؤال الاول، اتفضل. ده السؤال الاول. السؤال الثاني سريعا، فضيله مولانا كان بيقول حضرته لكل وقت حكم. فازاي اعرف ايه هو الحكم اللي ربنا سبحانه وتعالى متجلي علي به في الوقت ده؟ وفي حاله اني انا عرفته، ازاي ايه هو واجب الحكم في الوقت ده؟ وفي حاله ان انا عرفت الواجب ده، ازاي استعين على نفسي اني انا احقق ما هو منوط مني فعله في الامر ده؟ لان النفس بطبيعتها بتنفر من تنفيذ الاوامر الالهيه. فازاي انا استعين ازاي اقوي الوازع الديني جوايا، او الوازع اني انا انفذ ما امرني الله سبحانه وتعالى بفعله في الوقت اللي هو عرفني فيه ايه هو المطلوب مني فيه. وصل سؤال حضرتك يا استاذ احمد، وانا شاكر لكم. شكرا، شكرا جزيلا على مداخلتك، وان شاء الله مولانا كده يجيب على حضرتك في السؤالين دول. يعني اسئلته بتدور في موضوعنا او في الحلقه. المسألة الأولى هي إن أنا عايز أبقى دائم الذكر ودائم الانشغال بالله عز وجل ودائم الانشغال بأمور الدين، ولكن بتعترضني الأمور الدنيوية، فأنا عندي حاجات عايز أخلصها وعايز أنجزها، فبسوف أقول له والله طب لما أخلص بس الأمور دي إن شاء الله يبقى في وقت أعمل فيه الحاجات التانية. هنا المفروض أتعامل إزاي؟ بسيطة أوي. كل عمل من أعمال الدنيا قصدت وجه الله فيه واستحضرت النية فهو ذكر، تأخذ ثوابه أجره تترقى به في طريق الله عز وجل. عشان كده كان شيخنا يقول لك يا أولادي في ورد اسمه ورد الطعام، ورد النوم أنت بتستريح، ورد الفسحة. سبحان الله. يعني أنت إيه؟ يعني أنت قصدت وجه الله. ما هو فرق بين أن أكل لقضاء الشهوة، كلنا جعانين ولازم ناكل. بس لو أنت أضفت النية، حطيت في النية بتاعتك أنك بتاكل، لماذا؟ لكي تستعين بذلك على أن تتقوت على عبادة الله. إنما الأعمال بالنيات. يبقى إنما الأعمال بالنيات. طيب إنك أنت وأنت بتاكل تستحضر النية إن الله سبحانه وتعالى رزقك هذا من غير حول منك ولا قوة. لأن الرزق لا يقع بسبب الأعمال وإنما عند الأعمال بمناسبة العمل. أنت اشتغلت ساعة وربنا رزقك 10، غيرك اشتغل 10 ساعات وما خدش غير واحد بس. ليه؟ وتعب قدك 10 مرات. ها؟ يبقى انك تستحضر هذه النية. تستحضر النية انك تأكل، وانت بتاكل ان ربنا سبحانه وتعالى رزقك القدرة والصحة على ان تهضم هذا الطعام، غيرك لا يستطيع ان يأكل هذا الطعام. ها؟ يعني ويشتهيه. نعم. يبقى تحمد ربنا على ذلك وتستحضر النية. تستحضر لو عاد تستحضر النوايا على ذلك كثير كثير، يبقى كيف يتحول عمل الدنيا والشهوات إلى ذكر لله تعالى وطريق إلى الله تعالى. يعني العابد يا مولانا أو الإنسان العادي المفروض تبقى حياته كلها زي ما بيقولوا كده لله، بس هي كلها دين، حتى وهي الأمور الدنيوية دي كلها دين. إحنا ما عندناش دين ودنيا. الله الله. بس مفيش عملية الفصل دي. مفيش الفصل دي. نعم. مفيش. لأن ده هي مزرعة للآخرة، إذا حاجة واحدة. نعم. هذه المسألة. طيب. الحكم زي ما قلنا قبل كده، أعرف حكم ربنا عليا إيه في الحالة دي. ما احنا قلنا مولانا المرسى أبو العباس ترجمها لنا من كم إلى كيف. نعم. اللي بال 24 ساعة اللي بيحدث معاك فيهم بيتلخصوا في 4 حاجات. يا إما أنت في حال طاعة. نعم. أو معصية. واجب الطاعة إيه؟ لو معصية واجبها هتعمل إيه؟ نعم. هتيأس؟ لا، ارجع جاري، توب. نعم. إن الله يغفر الذنوب. بجل. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. شوف كلمة أسرفوا. إن الله يغفر الذنوب. سيدنا النبي قال لك إيه؟ صلى الله عليه وسلم. كل ابن آدم خطاء. تعمل إيه؟ وخير الخطائين توابون. وخطاء يعني كثير الخطأ. الأحاديث والآيات في ذلك لا حصر له. هذه الحكم. فهذا هو إيه؟ المعنى. لو تشوف الحال اللي أنت فيه وتتصرف بمقتضاه. وتتصرف بمقتضاه. فإذا الوقت معناه كبير وعميق، هو الأنفاس، هو الحال.
وقد يكون أيضا الوقت والقدر. القدر ما يبدو من جانب القدر للإنسان تعمل إيه أيضا. عشان كده كان يقولوا إيه، الوقت هو حكم القدر. حكم القدر يعني أي أن الإنسان مستسلم لما يبدو له من جانب القدر. إذا رزقك في الظاهر الامتثال لأمره، وفي الباطن الاستسلام لقهره، فاعلم بأن ما قد أكمل أو أتم المنة عليك. فاعلم بأن ما قد أتم المنة عليك. نعم. يعني نختم بالقدر ده، لكن المنة علي. نعم. أنا عايز من حضرتك وصية أخيرة لنا كلنا كده سريعة، وتحديدا فيما نتكلم فيه اليوم في مسألة الوقت. ما من نفس تبديه إلا ولله فيك قدر يمضيه. نعم. ربنا يجعلنا دائما من الذاكرين. اللهم أمين. لا من الغافلين. بشكر حضرتك شكرا جزيلا فضيلة العالم الجليل والمربي الفاضل الأستاذ الدكتور محمد مهنا، أستاذ الشريعة والقانون بجامعة الأزهر. شرفتنا ونورتنا وعلمتنا وأمتعتنا يا مولانا. العفو سيدنا، احنا شرفنا وتباركنا بك. ربنا يبارك في حضرتك. الله يخليك. بشكر حضراتكم مشاهدينا، في الحياة طرق ومسالك شتى، ويبقى الطريق إلى الله سبيل سعادتنا في الدنيا والآخرة. فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا مآبا.